حصل فيهم توقفات. ايوه دي نقطة مهمة هنمر عليها كابتن شريف، ولكن بنقول تاني يا جماعة ان الوقت مهم جدا جدا لأي فريق. نروح للحالة الأولى معانا وبنشوف هنا. أنا بس اللعبة دي مهمة، كانت في الدقيقة 6 كابتن شريف، كابتن أسامة، كابتن علاء، كابتن عادل. أنا بس عاوز حضرتك تقول لي هنا في مخالفة وفي إنذار ولا لأ؟ يعني نشوف اللعبة ديت. هنا دونجا ومحمد شريف تاني شوية رجله أساسا تاني هنعيد. هل في استهتار خطأ بتهور؟ نشوف هنا، نشوف، نمشي 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 نمشي. شريف لعب الكرة، وهنا كمان دخول هنا في السمانة كان من دونجا في دقيقة 6. يبقى هنا كان يجب إشهار البطاقة الصفراء للاعب نادي الإسماعيلي دونجا نتيجة اللعب بتهور في هذه الحالة كده. أنا جايب الحالة ديت ليه؟ لأن هنا في حالة تانية في دقيقة 24 هنشوفها. كان فيها إنذار. هنشوف هو هنا سمح طبعا هايل 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 حنفي. هنا سمح باستمرار اللعب على أساس هنا في إتاحة فرصة وإدى الأفضلية مفيش مشكلة خالص. ورجع. إداله إنذار. ورجع تاني الحنفي هنا أشهر البطاقة الصفراء نتيجة اللعب بتهور هنا من لاعب دونجا. هو نفس اللاعب اللي ارتكب المخالفة في الدقيقة 6. كان هيطرد. اللي كان يجب. يعني حنفي حكم كبير، ولكن بالمعايير بتاعتنا وحساب المخالفات والعقوبات الانضباطيه كابتن عامله ازاي؟ كان يجب اشهار بطاقه في دقيقه 6 واشهار بطاقه ثانيه هنا للتهور. يعني هنا اللاعب دوت من الدقيقه 24 الشوط الاول كان يجب ان هو يكون مش موجود في ميدان اللعب. انا بتكلم تحكيم بصرف النظر ايضا عن النتيجه. دول حالتين كانوا مهمين جدا جدا. نمر ونروح